تطل أيلول سبتمبر من جديد حاملاً أحلام وتطلعات الشعب اليمني. عاد ينسج حكاية الأجداد لتغنيها حفيدات بلقيس في حفل كرنفالي أقامته مدرسة الشهيدة نعمة رسام وسط مدينة تعز المحاصرة، احتفاء بالذكرى 60 لثورة سبتمبر المجيد. ليس احتفاء وحسب، بل هو تأكيد على تمسك الأجيال بالجمهورية ورفض المشاريع الضيقة الهادفة إلى إعادة البلاد إلى ما قبل ثورة أيلول. هذه العقول النيرة هي العهد القادم والمستقبل القادم. الأم مدرسة إذا عددتها عددت جيلا طيب الأعراق. بهذه الطالبات وبهذه العقول نستطيع أن نوجد وطن قوي، وطن قادم، وطن يقول للجميع لن ترى الدنيا على أرض بسيط. أرست ثورة 26 من سبتمبر مداميك دولة جمهورية متحررة من أعباء الماضي وخرافات الإمامة وعصرها الظلامي، فباتت ملهمة للثورات تنهل منها الأجيال دروسا في الإرادة والعزيمة للحفاظ على مكتسباتها وترسيخ أهدافها. نحتفل اليوم بثورة 26 سبتمبر التي كانت مشعال نور لليمنيين، والتي عززت وكرمت المرأة، والتي كانت من قبل في الجبال تحطب ومجرد عاملة في الأرض وزارعة، والآن أصبحت دكتورة وأصبحت يعني المرأة مكرمة بفضل هذه ثورة 26 سبتمبر. تمضي عجلة التاريخ تسجل مرحلة تباينت فيها المواقف وأسدل فيها الستار عن الكثير من الحقائق التاريخية والمشاريع الخارجية التي لا يقبل بها اليمنيون. تأبى تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الهوان، فتحطم أصنام السيادة وقيود الارتهان لتكمل تاريخا بدأه شهداء الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير. احتفال مدرسة الشهيدة نعمة رسام بالذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر هي رسالة مدينة تعز بتمسكها بالثوابت الوطنية، الثورة والجمهورية والوحدة. عبد العزيز الدبحاني، يمن، شباب تعز.